السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى أخبار عمان ومركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم. ومن أبرز العناوين: نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يستقبل سعادة سفير جمهورية كوريا لدى السلطنة لتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله. الخميس 5 مايو القادم إجازة للموظفين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج المباركة. تعزيزا للخدمات الصحية بمحافظة ظفار، افتتاح المبنى الجديد لمستشفى مدينة الحق بولاية طاقة. النقل والاتصالات تعلن عن قرب عمل معدات جديدة للحاويات بميناء صحار تستقطب أكبر سفن العالم، وتوقع اتفاقيات لخطوط مباشرة للميناء. إلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنية إلى فخامة الرئيس الدكتور جون ماغوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تضمنت تهانية وتمنيات جلالته طيبة لفخامته بوافر الصحة والسعادة وللشعب التنزاني الصديق بالطراد التقدم والازدهار. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد السفير داي سيك كيم سفير جمهورية كوريا لدى السلطنة، وذلك لتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله. وقد أعرب سعادة السفير عن شكره لجلالة السلطان المعظم على الدعم الذي لقيه خلال فترة عمله بالسلطنة من قبل جلالته والحكومة والشعب العماني، مما سهل له أداء مهامه، وعن تمنياته لجلالته بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر، وللسلطنة بالمزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وعبر صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد عن بالغ الشكر لسعادة السفير على جهوده التي بذلها في خدمة العلاقات الطيبة بين السلطنة وجمهورية كوريا، وعن أصدق التمنيات له بالتوفيق الدائم وللشعب الكوري الصديق كل التقدم والازدهار. أصدر معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية قرارا يقضي بتحديد إجازة ذكرى الإسراء والمعراج المباركة فيما يلي نصه: بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فقد تقرر أن يكون يوم الخميس 27 من رجب سنة 1437 هجرية الموافق 5 مايو سنة 2016 ميلادية إجازة رسمية للموظفين بالوزارات والهيئات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة. كما أصدر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارا بتحديد الإجازة الرسمية لذكرى الإسراء والمعراج لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وذلك يوم الخميس 27 من رجب سنة 1437 هجرية الموافق 5 مايو سنة 2016 ميلادية إجازة رسمية للعاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وأشار القرار بأنه يجوز لأصحاب الأعمال والعاملين معهم الاتفاق على تعويض هذه الإجازة إذا اقتضت الضرورة العمل خلالها، كما يجب تعويض العاملين الذين تتصادف إجازتهم الأسبوعية خلال إجازة المناسبة المذكورة. ويغتنم العاملون في القطاع العام والخاص هذه المناسبة الجليلة ليرفعوا إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات، مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته أعوام عديدة، وعلى الشعب العماني وبلادنا العزيزة بمزيد من التقدم والرخاء تحت قيادته الحكيمة، وعلى جميع المسلمين باليمن والخير والبركات.
في إضافة جديدة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار، افتتح المبنى الجديد لمستشفى مدينة الحق بولاية طاقة بأقسامه الجديدة. المبنى الجديد يشتمل على عيادات معاينة المرضى والخدمات المخبرية والأشعة والصيدلة وعيادات الأسنان، بالإضافة إلى خدمات أخرى. إيمانا بأهمية نشر المظلة الصحية في كافة ربوع السلطنة، تم افتتاح المبنى الجديد لمستشفى مدينة الحق بولاية طاقة بحضور واسع من أبناء المحافظة. يشتمل المبنى الجديد على عيادات معاينة المرضى والخدمات المخبرية والأشعة والصيدلية وعيادة أسنان، بالإضافة إلى خدمات التحصين والعناية بالحوامل وغرفة مجهزة للولادة. تقدم بالتهنئة لأبناء مدينة الحق في ولاية طاقة على هذا المستشفى الذي سوف يقدم خدمات قليلة لهم ويقلل من عناء ومشقة السفر إلى المناطق الأخرى إلى صلالة فهذا المستشفى مثل ما لاحظتوا أنه مستشفى متكامل ويخدم المنطقة، وإن شاء الله أنه هناك خطط لتطوير مستشفيات أخرى قريبة في المنطقة. كما يشتمل المستشفى على أقسام لترقيد المرضى من مختلف الأعمار رجالا ونساء وأطفالا. هذا الصرح الصحي الجديد اللي يتمثل في مستشفى مدينة الحق الذي تم افتتاحه اليوم بكل تأكيد سيمثل إضافة نوعية جديدة للخدمات الصحية على مستوى ولاية طاقة وبالخصوص على مستوى نيابة مدينة الحق والمناطق المجاورة لها. هذا المستشفى الذي تم تشغيله الفعلي في شهر فبراير الماضي سوف يخدم أكثر من 80 قرية وتجمعا سكانيا يقطنها ما يزيد على 7000 نسمة. هذا المستشفى يقدم كثير من الخدمات ويقرب كثير من المسافات البعيدة. بعد المواطن كان بيروح من المسافات من 100 كيلو 200 كيلو، الحين يروح من كيلو نص كيلو. ومستشفى الحمد لله مستشفى راقي ومستشفى جديد، ونشكر مولانا حضرة صاحب الجلالة على ما قدمه. يعد افتتاح المستشفى إنجاز كبير وصرح رائع للمواطنين، حيث تم إضافة خدمات جديدة وعيادات جديدة، كمثلا عيادة الأسنان لم تكن متوفرة، أيضا على العيادة الجلدية، وكذلك بعض العيادات وبعض الخدمات التي لم تكن متوفرة في المستشفى السابق. افتتاح مستشفى مدينة الحق يعد إضافة جديدة للخدمات الصحية بالولاية. محمد بن بخيت حسون الشحري من نيابة مدينة الحق بولاية طاقة محافظة ظفار. أكدت وزارة النقل والاتصالات أن المعدات الجديدة للحاويات الموجودة في ميناء صحار والتي هي قيد التركيب ستكون قادرة على استقطاب أكبر سفن العالم، ومن المؤمل أن تكون جاهزة خلال الأيام القادمة. ووقعت وزارة النقل والاتصالات على عدد من الاتفاقيات مع 6 هيئات ستسمح باستقطاب السفن بشكل مباشر إلى ميناء صحار. في محاولة لاستقطاب السفن بشكل مباشر إلى ميناء صحار، لا سيما مع التغيير الكلي الذي شهده الميناء والتحسن الواضح من قبل المستخدمين للميناء من خلال عملية الشحن وتفريغ الحاويات، وقعت وزارة النقل والاتصالات عددا من الاتفاقيات مع 6 هيئات للتصنيف والإشراف على السفن. اشتملت المجموعة الأولى من الاتفاقيات على السفن الكبيرة الخاضعة للمعاهدات الدولية والتي تم التوقيع بشأنها على 3 اتفاقيات كانت مع هيئة التصنيف والإشراف الأمريكية وهيئة التصنيف والإشراف النرويجية الألمانية وهيئة التصنيف والإشراف الهندية. واشتملت المجموعة الثانية من الاتفاقيات الموقعة المتعلقة بالسفن الصغيرة التي لا تخضع للمعاهدات الدولية والتي يكون الإشراف عليها وفقا للائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولة الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعددها 3 اتفاقيات مع كل من هيئة التصنيف اليابانية وهيئة التصنيف الكورية وهيئة التصنيف والإشراف النرويجية الألمانية.
وتشمل أعمال التفويض إجراء المسح الفني للسفن التي تحمل العلم العماني وإصدار الشهادات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية وسلامة الأرواح في البحر وشهادات أمن السفن وشهادات منع التلوث البحري الناتج من السفن والمواد الخطرة وشهادات منع التصادم وشهادات خطوط الحمولة للسفن وغيرها من الشهادات الدولية. تجويد العمل الإداري والارتقاء بأداء مديري المدارس وتبادل الخبرات والتجارب المحلية فيما بينهم من أهم نقاشات الملتقى الأول لإدارات المدارس المقام بجامعة السلطان قابوس. الملتقى استعرض التجارب الدولية وإمكانية تطبيقها في السلطنة. إن ظهور الاتجاهات الحديثة والتغيرات المتسارعة في مختلف جوانب العملية التعليمية أدى إلى تغير أدوار المدارس ووظائفها، فلم تعد المدرسة مثلا هي المصدر الوحيد للعلم والمعرفة، فلا بد إذن من تغير نمط الإدارات المدرسية بما يتواكب مع المتغيرات، وهذا الملتقى هو الأول لمناقشة هذا الموضوع. تسعى الوزارة من تنظيم هذا الملتقى إلى تجويد ممارسات الإدارة المدرسية وتعزيز الممارسات الإيجابية من خلال الاطلاع على جملة من التجارب المحلية والدولية ومن خلال تبادل الخبرات أيضا بين الحضور نفسهم، والذي يستهدف هذا الملتقى ما يقارب 500 مدير ومديرة مدرسة بالإضافة إلى عدد من المشرفين الإداريين ومشرفين تقويم الأداء المدرسي. الاستفادة كبيرة من خلال الاطلاع ومعرفة التجارب والممارسات التربوية المختلفة من مدارس مختلفة في السلطنة، تفيد وتضفي على المنظومة التعليمية كثير من الأساليب التربوية المختلفة التي تؤدي إلى تجويد العمل التربوي بشكل عام. المؤشرات التربوية وأثرها في تعزيز التحصيل الدراسي والوعي القانوني والإداري لدى إدارات المدارس والتجارب والمبادرات التربوية محاور استحوذت على نقاشات المحاضرين في الملتقى. يأتي هذا الملتقى لفتح آفاق جديدة في القيادة وفي الممارسات التربوية في البيئة المدرسية، ولنا كمدراء مدارس وكتربويين كيف ممكن نتعامل بثقافات مختلفة وبأفكار مختلفة في القيادة في مدارسنا. ورقة العمل التي قمت بالمشاركة بها في هذا الملتقى عنوانها أثر الوعي القانوني على جودة الأداء المدرسي. في هذه الورقة تحدثنا عن الوعي القانوني أهميته، تحدثنا عن جهود وزارة التربية والتعليم في نشر الوعي القانوني لدى إدارات المدارس. كذلك من خلال هذه الورقة تحدثنا عن أبرز المقترحات التي توصلنا إليها في تعزيز ونشر الوعي القانوني لدى إدارات المدارس ولدى التربويين بشكل عام. مجمل الأهداف في الملتقى تكمن في تزويد المشاركين بمنطلقات التجديد التربوي والاتجاهات الحديثة في إدارات المدارس لتمكينها من الارتقاء بالمستويات التحصيلية للطلاب بناء على مؤشرات علمية. الملتقى هذا ثري بأوراق العمل المطروحة، ويناقش فيه المشاركون مدى إمكانية التطوير الفعلي في منظومة التعليم في المدارس، ومن المؤمل أن يخرج برؤى إجرائية قابلة للتطبيق. إبراهيم بن سالم الهادي من جامعة السلطان قابوس مسقط. فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل. تمديد فترة التسجيل للراغبين لأداء فريضة الحج والأولوية لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج.
بكم مجددا. تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين السلطنة وروسيا كان محور نقاشات مع علي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية خلال استقباله وفد مجلس الأعمال العماني الروسي. كما ناقش الجانبان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك إلى جانب بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري بشكل يتناسب مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. مددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فترة التسجيل للراغبين لأداء فريضة الحج لهذا الموسم إلى بعد غد الأربعاء بعد أن سجل الموقع الإلكتروني أكثر من 22 ألف مواطن. موسم الحج هذا العام سيشهد نقلة نوعية في عملية التنظيم والتسجيل، وذلك لتوفير الأجواء المناسبة لأداء شعائر الحج وللوقوف على احتياجات الحجيج في مقر البعثة العمانية ببيت الله الحرام. 22,536 مواطنا عدد المسجلين الراغبين لأداء فريضة الحج لهذا الموسم، والذي من المحتمل أن يزيد إلى نهاية يوم الأربعاء القادم، وهو ما أعلنته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تمديد للفترة التي كانت بنهاية يوم الأحد الموافق 25 من الشهر الجاري، وهو آخر يوم للتسجيل للراغبين لأداء فريضة الحج. الوزارة حددت العدد المطلوب في إعلانها السابق والبالغ 11,000 حاج، والذين سيتم تحديدهم من إجمالي المسجلين عبر المنفذ الإلكتروني الذي فتح أبواب التسجيل في 10 إبريل الجاري، وذلك بحسب التصنيفات التي تم تحديدها، وهي حج فريضة وحج تطوع وحج وصية عن متوفى. نقلة نوعية لتطوير منظومة الحج لهذا الموسم، والتي هدفت من خلالها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتوفير الجو الملائم لأداء شعائر فريضة الحج، من حيث أولوية الاستحقاق والتنظيم والسهولة في عملية التسجيل، وذلك للوقوف على مستلزمات واحتياجات الحجيج في مخيم البعثة العمانية ببيت الله الحرام، لتفادي التجاوزات التي كانت تحدث من قبل أصحاب الحملات الوهمية. ذياب بن عبد الله النوفلي، مسقط. اعتمدت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية نظام إدارة الوثائق الخصوصية، وذلك لتسهيل نظام حفظ المستندات وتصنيفها وفقا لأهميتها. النظام يعمل وفقا لأحدث المواصفات والمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، وذلك تنفيذا لمقتضيات قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية. هذا وتقوم هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في المرحلة الحالية على إعداد نظام إدارة الوثائق الخصوصية للشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 25% فأكثر. تنمية لشؤون المرأة والطفل، احتفلت جمعية المرأة العمانية بولاية مسقط بافتتاح مركز موريا التنموي بمنطقة السيفة. المركز التنموي يهدف إلى رفع المستوى الفكري والمهني لدى المرأة وتفعيل دورها في المؤسسات الحكومية والأهلية. جمعية المرأة العمانية بولاية مسقط فرع زداب تحتفل بافتتاح مركز موريا التنموي لشؤون المرأة والطفل بمنطقة السيفة، وهي مشاركة مجتمعية بين المؤسسات الحكومية والخاصة. افتتاح المركز من المؤشرات التي تحملها الجميع للمسؤولية المتقاسمة وبناء مجتمع متكامل بكل ما يحتاجه من خدمات. المركز هذا هو وجه من وجوه المسؤولية الاجتماعية التي يدعو إليها المجتمع ويطالب بها، وأنا أدعو حقيقة من خلال هذا المنبر مؤسسات القطاع الخاص أن تحذو حذو الشركة الرياعية لهذا المركز في تنفيذ أمثال هذه المراكز التي تعود بالفائدة على المجتمع. الجانب الآخر أن هذا المركز هو حصيلة التعاون بين الشركة وجمعية المرأة العمانية فرع ولاية مسقط والأهالي، وهذا شيء جيد وهو الذي نطالب به أن يكون هناك تعاون حتى يعني تثمر أمثال هذه المشاريع. المركز راح يستهدف العديد من الفئات بداية من الطفولة لحتى فترة الشباب، بحيث أنه راح تكون عندنا رياض الأطفال لفترة الأطفال من فترة الطفولة، والنساء طبعا هم ما بعد الثانوية راح تكون في عندنا ورش تدريبية في الحاسب الآلي، في الطبخ، في عدة ورش تدريبية. بالإضافة إذا كانت في أعراس راح تكون جماعية إن شاء الله، المركز راح يتبنى هذه الأعراس الجماعية في المنطقة.
إضافة جديدة تدشنها جمعية المرأة العمانية بولاية مسقط فرع جداب بافتتاح المركز التنموي والمعني ببرامج اجتماعية وثقافية لشؤون المرأة والطفل خاصة، بهدف رفع المستوى الفكري والمهني والثقافي لدى المرأة وتفعيل دورها في المؤسسات الحكومية والأهلية، وكذلك بالمشاركة الفعالة في كل الاحتفاليات التي يقيمها أهالي منطقة السيفة بشكل عام. الأمهات أحد منهم يداوم في المسقط وعندهم أطفال صغار من 3 سنوات ما فوق، ما عندهم أحد في البيت وما حد عندهم يراعيهم كذا، هنا إن شاء الله بستفيدوا تعليم مثل القرآن مثل الإنجليزي مثل الكمبيوتر. الميزة في المشروع ده أنه هو مبني على فكرة، إحنا قدمنا الأدوات لمؤسسة صغيرة ناجحة في المجال بتاعها، إحنا قدناها الأدوات اللي تقدر بيها تكبر المشروع. والميزة الثانية للمشروع ده أنه هو بيتفاعل مع احتياجات المجتمع. تعد شركة موريا السياحية بمنطقة السيفة من المطورين والمبادرين لتقديم ما تحتاج إليه المنطقة من خدمات تنموية. خديجة بنت سليمان، الشحية، مسقط. انخفض عدد المركبات الجديدة المسجلة في السلطنة بنهاية مارس الماضي بنحو 5% ليصل عددها إلى أكثر من 8500 مركبة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذكرت النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد المركبات الخاصة المسجلة انخفضت بنسبة 8.4 لتصل إلى 5550 مركبة، كما شهدت مركبات الأجرة انخفاضا بنسبة 15.4% ليبلغ عدد المركبات التي تم تسجيلها في شهر مارس الماضي 52 مركبة، في حين شهد تسجيل المركبات الحكومية ارتفاعا بنحو 52% ليصل عدد المركبات بنهاية مارس الماضي 210 مركبات، فيما انخفض إجمالي عدد المركبات الحكومية الجديدة المسجلة بنحو 53.3%. أخبار عمان مستمرة، وننتقل مشاهدينا إلى جولة مع أخبار المحافظات. ناقشت حلقة الملكية الفكرية بمحافظة الداخلية حقوق المؤلفين في إطار التشريعات المعمول بها في السلطنة. الحلقة تأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للكتاب واليوم العالمي لحقوق المؤلف، نظمها المنتدى الأدبي والتي تسعى إلى إبراز الحراك الثقافي والإنتاج الأدبي. مشاركة من المنتدى الأدبي الذي يعد أحد أعرق المؤسسات الثقافية في السلطنة الاحتفال باليوم العالمي للكتاب وبحقوق الملكية الفكرية، جاء تنظيم حلقة نقاشية ركزت على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وسعت إلى بث الوعي بأهمية الكتاب في مسيرة الأمم. إن المنتدى الأدبي وهو أحد أعرق المؤسسات الثقافية في السلطنة يشارك اليوم دول العالم أجمع في الاحتفاء باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، مؤكداً إيمانه الراسخ بقيمة الكتاب وبحقوق الملكية الفكرية التي ينبغي أن ينالها المؤلف، حفظاً لإبداعه وتخليداً لجهده وتشجيعاً له على شحذ الذهن. حقوق المؤلف والحقوق المجاورة واهتمام السلطنة بالأطر والتشريعات القانونية لهذا الجانب أبرز ما تناوله المتحدث الأول في برنامج الحلقة، فيما ركز المتحدث الآخر على حقوق المؤلف في العصر الرقمي في رسالة سعى المنتدى الأدبي من خلالها إلى تكريس الاهتمام بالملكية الفكرية والتوعية بأهميتها. نتيجة هذه الانفتاح الكبير حدث تطوير للقوانين والأنظمة واللوائح المنظمة للملكية الفكرية ليس فقط على المستوى المحلي وإنما أيضا على المستوى الدولي والعالمي. تأتي هذه الحلقة النقاشية لتلقي الضوء على هذا الجانب، سواء من ناحية الفنية ومن ناحية العلمية وأيضا من ناحية القانونية. أما المعرض المصاحب فقد جاء ليبرز مخطوطات أدبية وعلمية في شتى صنوف المعرفة، كما قدم لزوار المركز الثقافي مجموعة من النتاجات القيمة والكتب التي أصدرها المنتدى الأدبي في السلطنة ودوره في إثراء الحركة الثقافية والعلمية. سعيد بن الذيب الهنائي،
محافظة الداخلية من المركز الثقافي بولاية نزوة. توعية للمجتمع المحلي، أقامت وزارة التربية والتعليم ملتقى التربية الخاصة الأول بمحافظة البريمي. الملتقى تضمن تقديم محاضرات حول تعامل الأسرة مع ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تنظيم معرض ضم عددا من الأعمال من أعمال معلمي وطلبة صعوبات التعلم. طلبة التربية الخاصة يجدون في بيئة المدرسة ما يسهل عليهم التزود بصنوف العلم، ومن أجلهم تتوالى الجهود، فها هي تعليمية البريمي تحتضن ملتقى التربية الخاصة الأول. ملتقى التربية الخاصة كان بهدف تكريم الفائزين في المسابقات التربوية التي تم طرحها في بداية العام الدراسي، وكانت هذه المسابقات عبارة عن برامج إلكترونية وحصص نموذجية من تقديم المعلمين، وتم تكريمهم بمسابقة بجوائز مالية. أبديت نجوم مضيئة كان فرصة للطلبة لعرض إيجاداتهم في بعض المجالات، كما تم تكريم المشاريع الفائزة في المسابقة التربوية. الحمد لله اليوم فزت بمشروع الكتروني اللي هو تحويل جميع مهارات اللي في المستوى الخامس ماده الرياضيات الكترونيا باستخدام السبوره التفاعليه للسمارت بورد. المشروع هذا الوحيد اللي عملته انا في المحافظه، يهدف المشروع هذا لتنميه قدرات لدى الطلاب المستوى الخامس والسادس الموجودين في المدارس. إبداعات معلمي وطلبة صعوبات التعلم برزت في المعرض المصاحب للفعالية الذي كان بمثابة الدافع لهم لبذل المزيد في هذا المجال. بنقول لها سبب الملتقى اليوم، الملتقى سببه أن جميع المحافظات في هذا الملتقى من أجل إبداعات التربية الخاصة، وهي بتقدم الشكر والتحية للمديرين والمعلمين والأب والأم لأنهم ساعدوها في المهارة، اللي هي بتحبها ومهارة التربية الفنية. الملتقى والذي شارك فيه عدد من محافظات السلطنة إضافة إلى وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة هدف إلى نشر ثقافة التربية الخاصة وكيفية التعامل مع فئاتها المختلفة. نشكر قسم التربية الخاصة. من محافظة البريمي، أنور بن زاهر الغريبي. إشراك المجتمع والمؤسسات المجتمعية في تطوير التعليم وغرس ثقافة الابتكار أبرز أهداف مشروع البرنامج التدريبي المشترك بين التربية والمجتمع. البرنامج الذي احتضنته مدرسة بشائر الخير بولاية وادي بني خالد ساهم في ابتكار وسائل تعليمية متنوعة وبيئة مجاذبة للطلاب وتفعيل أدوار مجلس الآباء والأمهات. بين أروقة مدرسة بشائر الخير للتعليم الأساسي، نحن على موعد مع يوم دراسي غير عادي، فهنا يوم علمي مجتمعي معرفي يشترك فيه المجتمع المحلي مع المجتمع المدرسي. مشروع برنامج تدريبي مشترك بين المجتمع والمدرسة يهدف إلى تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية في تطوير التعليم. هذا اللقاء الذي يعزز الشراكة المجتمعية بين المجتمع المحلي وبين المدرسة ويصقل مهارات الطلبة ويشجعهم على الإبداع. هنا الابتكار في تقديم حصص نموذجية للطلبة، منها حصص التعليم الثنائي وحصص التعليم الفريقي باستخدام وسائل تفاعلية وابتكارية جاذبة. هناك معارض متميزة للمجالات أبدعت فيها وجمعت بين المواهب وبين البرامج وبين الأنشطة التي يقدمها الطلبة. تم التعاون بين معلمات المجالات بحيث تكون بيئات جاذبة للتعلم. البرنامج يهدف إلى غرس ثقافة الابتكار والتطوير لدى المعلمين وأولياء الأمور وتبادل الخبرات والأفكار بين إدارات المدارس. فهنا في قاعة اللغة الإنجليزية كانت التقانة الحديثة هي محور اللقاء، تستخدم المعلمة في شرحها تقنية المسح عن طريق الباركود
باستخدام الهاتف النقال والإنترنت. إذن ما لمسناه هنا هو إبداع نتج من أفكار تمحورت ثم نوقشت لتصل إلى واقع ملموس يعيشه هؤلاء الطلبة في مدرستهم وسط بيئة تعليمية جاذبة. أحمد بن محمد المعمري من مدرسة بشائر الخير للتعليم الأساسي بولاية وادي بني خالد محافظة شمال الشرقية. الإسهام في إيجاد جيل واعد إبداعيا والدخول في مجال الفنون بعد الدراسة من أهم أهداف معرض موج المقام بمحافظة مسندم الذي احتوى على لوحات مصورة وأعمال تشكيلية. المعرض الذي تنظمه المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة ينظر إلى تأسيس قاعدة حقيقية للشباب للنهوض بإبداعاتهم في شتى المجالات. نظرا لعدم إيمان الطلاب بقدراتهم ومهاراتهم الإبداعية وضيق مساحة التعبير وكذلك اعتقاد الطلاب بالإضافة لأولياء الأمور أن مادة الفنون مادة معتمدة على المهارة فقط ومناهجها الحالية تدعم بشكل كبير هذه الفكرة المغلوطة عن الفن، فقد جاء تنظيم هذا المعرض لتغيير هذه الأفكار وتوسيع مدارك الفنان بحيث يدرك موقعه كعضو فاعل ومؤثر في محيطه. أنا سعيدة جدا بهذا المعرض الذي أقيم بمجهود ومسؤولية الطالبات. تغيرت نظرتي كثيرا حول الفن، أصبح الفن بحياتي لغة من المشاعر الجميلة، حياة أخرى لابد الاهتمام بها. طبيعة محافظة مسندم التي تجمع بين الجبل والبحر في مزيج فريد من نوعه يشكل شخصية فنان واعد يجمع بين عطاء البحر وصمود الجبل، ونظرا لهذه الخصوصية الثقافية فإنها بحاجة لجيل واعد يقدر أهمية الفنون ويساويها ببقية التخصصات العلمية. اسم المعرض معرض موج الطلابي الذي ارتبط بشواطئ وجبال محافظة مسندم. تم جمع الفن الإسلامي والفن الحديث وأيضا البيئة التراثية والهوية العمانية في هذا المعرض. انقسم المعرض إلى عدة مجالات تنوعت بين التصوير الزيتي والأشغال الفنية والنحت بطابع تراثي. إبداعات طلابية ترى النور وهناك مواهب تستمر في الظهور وجهود لصقل هذه المواهب وإظهارها للعلن. من محافظة مسندم ولاية خصب نجم بن عبد الله الشحي. إيجاد بيئة مناسبة للإبداع الفني وتطوير المواهب الفنية الإبداعية للطلاب والعمل على صقل قدراتهم أبرز ما تضمنته فعاليات افتتاح معرض ملتقى الفنون التشكيلية إيحاء الذي نظمته مدرسة البر للتعليم الأساسي بولاية صور بتعليمية جنوب الشرقية. المعرض ضم في جنباته أكثر من 70 لوحة أظهرت نتاجات الطالبات من مختلف مجالات الفنون التشكيلية، كما تضمن عددا من الأنشطة والمسابقات الفنية وحلقات العمل التخصصية في مجال الفنون التشكيلية. تنتشر المساحات الخضراء في عدد من قرى وبلدات ولايات محافظة الظاهرة بعد هطول الأمطار خلال الفترة الماضية. كاميرا الأخبار جابت أرجاء بعض قرى وبلدات المحافظة وجاءت بالتقرير التالي. هذه المساحات الواسعة التي تكتسي اللون الأخضر والتي انتشرت بين القرية والمدينة والسهل والجبل والوادي وحتى بين البيوت والأحياء السكنية تكونت بعد غيث السماء وجريان الأودية والشعاب المائية خلال الفترة الماضية. الحمد لله السنة ما شاء الله العشب في الظاهرة يعني عامة ظاهرة، ليس منطقة خاصة بل بالظاهرة كاملة ما شاء الله العشب مستوى جيد، وكذلك الأعلاف ما شاء الله رخصت، والآن احنا استغنينا عن الأعلاف اللي تورد الحمد لله رب العالمين. الحيوانات ما يبن حتى لو نحط لنقط الآن ما يبنه ما يبن القط، ليش؟ لأن شبعن منطقة ما شاء الله كلها خضراء، الجبال والسهل والوديان والأشجار ما شاء الله موجودة. فعلى طول الطريق الواصل بين عبري وينقل وصولا إلى منطقة القري والروضة بولاية ينقل تشاهد الأشجار الظليلة الوارفة منتشرة على مساحات واسعة في المنطقة. بس السنة الحمد لله من آخر الوقت يا مطر واستوى الأعشاب والحمد لله رب العالمين.
أما أصحاب البادية وعشاق الطبيعة البكر من المهتمين بتربية الجمال فلا يفارقون هذه الأماكن، فتراهم مع جمالهم وإبلهم يتنقلون من موقع لآخر ويتفيؤون ظلال هذه الأشجار الوارفة والبرار الواسعة. والله الحمد لله فايد الحيوانات هذا بشكل عام، العشب هذا يعني الحين هذه البوش هذه الحمد لله ما يروحن الفريق او العزب مع اصحابهم، اللي يجيبوا لهن ماي واللي ويسبوهن في نفس المكان. وعلى طريق ادريز البان الهجر بلاد الشوم فالصوره تعبر عن نفسها، فهذه الجبال ما زالت تحتفظ بخضرتها وجمالها رغم قدوم فصل الصيف في هذه الايام. كما تنتشر على مسارات بعض الطرق بعض الأشجار البرية التي تنمو على جنبات الطريق وفي الجبال والأودية وتتميز بألوانها الزاهية. محمد بن سعيد العلوي، ولاية عبري، محافظة الظاهرة. في الختام تذكير بأبرز عناوين الفترة الإخبارية. نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يستقبل سعادة سفير جمهورية كوريا لدى السلطنة لتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله. الخميس 5 مايو القادم إجازة للموظفين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج المباركة. تعزيزا للخدمات الصحية بمحافظة ظفار، افتتاح المبنى الجديد لمستشفى مدينة الحق بولاية طاقة. النقل والاتصالات تعلن عن قرب عمل معدات جديدة للحاويات بميناء صحار تستقطب أكبر سفن العالم وتوقع اتفاقيات لخطوط مباشرة للميناء. وفي ختام نشرتنا هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدينا الأعزاء وأهلا بكم مجددا مع أحوال الطقس. إلى آخر الصور الجوية، نلاحظ تواجد السحب حاليا في جنوب السلطنة، هناك في أجواء محافظة ظفار وعلى بعض المناطق الساحلية لسواحل السلطنة المطلة على بحر العرب بشكل متفرق، وأيضا بعض السحب كانت حاضرة على المناطق الجبلية للحجر الشرقي خلال الساعات القليلة الماضية، ولا تزال تتواجد حاليا في أجواء محافظة جنوب الشرقية، وأيضا حزام من السحب حاضر هنا في أجواء بحر العرب. إلى تفاصيل الأجواء لقادم الساعات من هذه الليلة في محافظات السلطنة، أجواء مستقرة في مسقط ودرجات الحرارة الصغرى تبقى حول منتصف العشرينات، أيضا بين مطلعها إلى منتصف العشرينات في أرجاء محافظة جنوب الباطنة ضمن أجواء خالية من السحب، وأجواء أيضا مستقرة في شمال الباطنة ودرجة الحرارة 24 إلى 27 درجة هي درجات الحرارة الصغرى الليلة في أرجاء محافظة مسندم ضمن أجواء خالية من السحب، و21 درجة الصغرى في البريمي وعند مطلع العشرينات في أرجاء محافظة الظاهرة، 12 درجة في قمم الجبال في محافظة الداخلية و22 درجة مئوية في الولايات المجاورة لجبال الحجر. تتواجد بعض السحب خلال ساعات هذه الليلة في أرجاء محافظة شمال الشرقية ودرجات الحرارة عند 23 إلى 25 الصغرى الليلة في أرجاء محافظة جنوب الشرقية مع تواجد السحب بشكل متفرق، وكذلك الحال بالنسبة للأجواء محافظة الوسطى تنتشر فيها السحب ودرجات الحرارة حول منتصف العشرينات، بين 24 إلى 27 درجة مئوية في محافظة ظفار مع أيضا تواجد بعض السحب المتفرقة في السواحل وأيضا في شمال المحافظة. بحر يبقى متوسط موج الليلة على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، يصل أقصى ارتفاعا له مترين، والرياح جنوبية غربية نشطت سرعة تصل سرعتها إلى 20 عقدة، هذه الموج على سواحل محافظة مسندم عند متر وربع المتر، والرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة تقدر سرعتها عند 10 عقد، ويبقى أيضا هذه الموج هو البحر الليلة على سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، والرياح هناك متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة. كان هذا كل ما لدينا من أخبار الطقس حتى الساعة، نلتقيكم مجددا في 10 مساء، شكرا لكم وإلى اللقاء.